كنت فين يوم المرفأ؟ كنت ببيتي وبيتي كتير بعيد عن المرفأ، وصارت هالأرض ترش تحتنا هيك، تقولي في هزة بالأول. حسيتي بال فتح كأنه زلزال. حسينا ايه نعم بالأول حسينا زلزال قبل ما يطلع الانفجار بدقيقة، عشان هيك بطلنا نعرف هو هذا الانفجار اجا من فوق. في ناس بيقولوا شافوا شهب نار، انا بقول هيدا شيء انضربناه من تحت المي لقد ما رجت الارض تحتنا. واكيد بالبر كمان في ناس خونة ومتواطئين، طبعا ما في شيء بيصير، ما في بلد تقدري تخرقيه كله من برا، بده يكون في جوا متعاونين. مشان هيك مؤلم كتير اللي عشناه، واللي بيقلمك اكثر انه ما في نتائج ولا في تحقيقات ولا هالعالم قادره تعرف مين اللي كان ورا الانفجار، ليه ولادها راحت، ما في جوابات. ما في جوابات من زمان كتير بعيد لورا. وانا هيدا الموضوع صار عامل لي نوع من الغضب، بس ما له حدود، ما بعرف اعبر لك كيف.